مياه البحر المحلات ستمون حنفيات العاصميين بكامل حاجياتهم من الماء الشرب في غضون أشهر قليلة بعد قرار السلطات التخلي تدريجياً عن مياه السدود والمياه الجوفية. لتوفير 150 ألف لتر مكعب من المياه، ستشرع مؤسسات عمومية بتشييد 3 محطات لتحلية المياه بالجهة الشرقية للعاصمة. تفضلتم بتوقيع انطلاقة مشاريع هامة في المرحلة الأولى، المرحلة الاستعجالية الأولى بخصوص إنتاج 150 ألف متر مكعب من المياه تحلية البحر في 3 مواقع في الشرق الجزائر العاصمة. بعد استلام المحطات المذكورة وأخرى، ستغطي العاصمة حاجياتها من المياه بالاعتماد كليا على المياه المحلات. هذا يدخلوا هذه 3 المشاريع تاع انجاز محطه قرصو 80000 متر كوب جور، باطو كاسي 10000، المرسى 60000، نزيدوا يعني 150 الف متر مكعب يوميا، راح يقلص ب 72%. وان شاء الله على المدى المطول القريب ولا على المدى المتوسط راح ننجز محطتين كبيرتين، واحده في الجزائر الشرقيه واحده في الجزائر الغربيه، 300000 متر مكعب يوميا، 300000 متر مكعب يوميا، راح نغطي 130% من الاعتماد على المياه السطحيه. مياه السدود والمياه الجوفيه التي كانت تمون العاصمه يتقى من توجه لصالح سكان الولايات المجاوره. اللي كانت تمول الجزائر العاصمه من الجهه الشرقيه يعني تاكسبت كوديت سردون انديريكتومون وقدره، راح نوجهها لولايه تيزي وزو، ولايه بومرداس، ولايه مسيله، البويره، مديه. والسدود اللي كانت تمول الجزائر في المنطقه الغربيه يعني بورومي ودويره، دويره راح يمشي للزراعه، وبورومي راح يمشي الى ولايه تيبازا، ممكن يمشي حتى ولايه عين دفله. توسيع الاعتماد على مياه البحر المحلات من شان ان يمنح الحكومه حلولا اضافيه تفاديا لتسجيل ازمات عطش اخرى في قادم السنوات.